والمفردة السادسة الفرائض. وقد روي هذا في حديث مرفوع: تعلموا الفرائض. وجاء في أثر عمر المتقدم عند سعيد بن منصور أنه قال: تعلموا السنة والفرائض. وروي هذا أيضا موقوفا عن ابن مسعود عند البيهقي في سننه الكبرى: تعلموا الفرائض. واسم الفرائض يقع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما وجب على العباد، فإنه يسمى فريضة، ومنه ما جاء في الحديث الإلهي عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والآخر خاص، وهو علم المواريث. وما جاء عن السلف ومن جملته المنقول هنا يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، فهو صالح لكليهما، وهما معا مما يعين على حفظ الأمن الفكري. لكن المقصود منهما هنا في كلامي بما يناسب المقام، لأني تركت مفردات كثيرة ملاحظة للزمان، فمقصودي بالإشارة إليه هنا هو الأول، وهو الاسم العام الذي ينتظم فيه ما وجب علينا. فالعبد إذا تعلم الفرائض كان في ذلك حصول أمن فكري له من جهتين: إحداهما في شغل وقته بما شغلت به ذمته، في شغل وقته وعمارته بما شغلت به ذمته، فذمته مشغولة بفرائض، وحمل النفس على القيام بهذه الفرائض يمنعها من البطالة والفراغ التي تقود إلى اختلال الفكر. والآخر أن من أقبل على الله بالفرائض حافظاً أمره حفظه الله عز وجل. ففي حديث ابن عباس عند الترمذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ابتداؤه إياه بقوله: يا غلام احفظ الله يحفظك. فمن حفظ فرائض الله بامتثالها والقيام بها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. ومن جملة حفظ الله له ما يؤمن به فكره، فيكون فكره قوياً مشرقاً محفوظاً من الوقوع فيما يفسده وفيما يخله. وينتج من ذلك أنه معظم لله سبحانه وتعالى، ومن عظم الله فقد دخل في كنف رعايته. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا أدخل في حصن الحفظ من الله سبحانه وتعالى كان في أمنة من شرور كثيرة، من جملتها ما يعرض له من غوائل تفسد عقله وفكره وتذهب بطمأنينته واستقراره.